مساء الخير. يا ده شريف جالي. الله يا شريف انت جاي. بص يا شوف يعني تعمل ايه تلاقي ايه. هي اللي فتحت كمان عليك وقلت لك ايوه يا شريف. ما يعني بتعوض اللي فات بقى. انا عملت لك حاجه يا شريف. ده انا في منتهى البراءه واللطف. اول رقيبه وكل حاجه احنا اليوم عارفين الكلام ده كله مش هنشرح يعني. ازيك يا شريف نورنا. تمام الحمد لله. انا دلوقتي في عز الفوضى وطبعا على الصحراوي بس في عز الفوضى. ليه بقى؟ اربع ساعات طلعت ويك الفانتا رايح جاي. فطبعا جنبي اوضه سفره و تبقى الاصل عربيتي. شريف انا بس انت بص يعني انا من كلامك لما بتتصل بينا بحس ان انت ما عندكش الحته دي بس فعلا هي موجوده عندك. يعني انت مع المسافه الطويله دي او عموما بيبقى الموضوع جنبك في العربيه مختلف. بس لا متضبطه يعني جنبي على الكرسي اللي جنبي في جميع انواع الاكل. في ايه؟ جميع انواع الاكل. جميع انواع بين الكرسي اللي جنبي بقى والكاميرا. ايوه جميع انواع الفوارغ. الفوارغ ارمي هوب. ما هو بس دي انت سايق هتعمل ايه هوب ورا كده. انا عايز اقول لك على حاجه. احنا بنجتهد وبنفكر ان احنا نعمل كيس نرمي فيه الحاجات اللي هي الاوراق بتاعه الاكل بنجتهد انما التنفيذ بيبقى عليه بعض اللوم. انا مش فاهمه ليه. لا كل اللوم يا صراحه. انا عايز اسال على حاجه بس دلوقتي. احنا دلوقتي تمام ممكن يبقى ما عليناش لوم دلوقتي ما فيش لوم دلوقتي يا سامة واحنا في الطريق وكده بس بعد ما بنوصل هل بيحصل ايه بقى في العربيه؟ بتفضل زي ما هي؟ هو ده بقى معنى الفوضويه اللي بنقولها. بتفضل يعني زي ما هي بتبقى جاي تعبان طبعا ولا بتخليها لتاني يوم ولا بتسيبها بقى يعني هي وحظها؟ لا هو كل ويك اند انت طلع على العربيه بقى معلش بهدلتك وبتاع. فكل يوم جمعه ظهريه كده اروح العربيه افتح طبعا في ضمن الفوارغ في اكياس بلم بقى كل الحاجات اللي ورا دي بلمها في اكياس كده. انا ساعات بلاقي ذكرياتي على الكنبه عادي يعني. انا بس متخيل حاجه يا شريف. انا حاسس ان انت بتفتح الباب اللي هو عارف هتطير عارف انت الحاجات اللي قوه الدفع يعني. على اخر مره في الساحل كنت جاي جنبي عصاير وحاجات تسلي نفسي في السكه عايز في مشروب كده شوكولاته باللبن جايبه بقى طالع من الثلاجه وساعه وحاطه جنبي في نص السكه مش لاقيه. ايه ده ايه حصل انفجر ولا ايه؟ لا مفيش. لقيته بقى في الويك اند وانا بقدر العربيه.